نحن نختلف عن المحافظات الأخرى عبن مينا من النهر. نزرع شوندر وشلغم، هذا موسمه هسه، نصدره للمعامل ونصدره للسوق والمحافظات الأخرى. نزرع الشوندر بشهر الثامن، وقسم منهم يزرعونه بشهر السابع عبن عندهم مرشات. نحن ما عندنا مرشات، نحن مفروض يعني يدعمونا بالمرشات والمبيدات. نزرع الشوندر بشهر الثامن ونزرع الشلغم شهر التاسع. الشلغم مالتنا ابيض، والشلغم مال مخلله نوعيه زينه، اكو فرنسي واكو عراقي، وشوندر من هذا الاحمر، ما عندنا من هذا الخط الابيض. اكو قسم من الشوندر الاحمر، هو احمر بس بخطوط من جوا، هاي تخرب المخلله. نصدر لابو الطرشي، لابو المعامل، للمحافظات الاخرى. ولا شيء يعني دعم الحكومه عندنا، لا مرشات لا مبيدات، والكيمياوي والله مصعدينه علينا حيل حيل، يعني تقريبا الكيمياوي 100 ألف، والله كثير هذا علينا.